يستمتع بها مرة أخرى. يا سامي تسديدة قوية قوية جدا، منفذة كما ينبغي، ثلاثية بين الأحسن ومجد قبرة. الخاتمة كانت يا يوسف بهدف في منتهى الجمال من عدلان كبير. المنتخب أصبح يعمل كثيرا على مثل ما شاهدنا الآن، ربما أصبحت نقطة قوة كريم. محذرة ما بين أنا في التدريب. لا بين التدريبات وقلت لك.